يا هلا يا مرحبا، اسعد الله مساءكم، اسعد الله مساءكم يا حلوين، حياكم الله حياكم الله. يا حي الله حي الله حبايبنا، معليش نعتذر منكم، يعني اذا كان في مشكلة من جهة الضيفة وعندنا مشكلة. يا هلا يا مرحبا، اسعد الله مساءك. ومساكي. عندك زنة شوي، عندك زنة، سماعة كذا كويس، سماعة، كذا كويس لا تروح وترجع. والله. ايه خليها بدون سماعة، ترى صوتك واضح عادي، يعني ما لا عندك بس شيء. أنا صوتك ما حيكون واضح، كذا كويس. نفس الشيء، نفس الشيء. طيب عندك مشكلة انت. كده خليك، انا اسمعك واضح عادي كويس. كويس. اول شيء سعد الله مساك، ومثلك تحية طيبة عطرة من الساحل الشرقي للساحل الغربي، ونورتونا يا اهل جدة. واحنا منورين بيك. الله يسعدك، حياك الله، كيف حالك؟ ان شاء الله امورك طيبة. الحمد لله، كيفك انت؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معلش احنا عذرينك، يمكن عشان اول مره تعمل معي بث وعندك مشكله ممكن في التحديث، وضبط معك. الحمد لله انه ظبط اخيرا ضبط الحمد بعد لله ربع الحمد ساعة. لله. شو نسوي يعني؟ كيف جده واهل جده ان شاء الله؟ صح. واضح واضح واضح، ما عندك مشكله. كيف جده واهل جده ان شاء الله؟ والله مشتاقين لأهل الدمام. الله يسعدك، والله نتشرف. هو طبعا هم احيانا في بعض الاحيان اذا صارت مناسبات ايفنتات بعض المقاهي بيجيبوا الناس من جده، بس قليل صحيح. بيجيبوا من جده، من الرياض، يعني الخليج ما اتوقع. فنقول ان شاء الله خير، بس الان بعد الازمه الاوضاع شويه خفت. إن شاء الله. شو عموما الأخبار؟ الله يسعدك، عموما شرفتينا. يا أستاذ عبد الكريم، الله يسعدك الله يسعدك، الكاتب وذو الأخلاق العالية صراحة. الله يسعدك الله يسعدك، على راسي يا ابوي على راسي، نعين ونعاون يا ابوي. نملي عمرك. الله يسعدك. فعشان الان في ناس دخلوا عندنا الان يبون يعرفون من هي فتون. لا دي فتون. الاحظ في حماس. والله عرفين عرفين، أنا ما سلم. بدي باسمي الحقيقي، لكن هي فتون العز. يعني إيش سيرة الشخصية ولا إيش؟ يعني كامل السيرة الفنية يعني. السيرة الفنية. الفنية أنا كنت والله قبل تقريبا 20 سنة ما بدأت شاء في الله. الفن، بس زي ما تقول أناشيد إسلامية وزي كده يعني. بعدين تزوجت وأنجبت وانشغلت بأسرتي وزي كده، والآن تفرغت جات للفن. الحمد لله الحمد لله. يعني دخولك على الفن كم صار لك تقريبا يعني؟ الآن تقريبا له 4 سنين. ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما كان في معارضة من لا لا الحمد لله، واللي الوضع. شجعوني طيب من اللي حواليا كلهم الحمد لله. طيب انطلاقتك كيف كانت؟ عند الأهل، مناسبات، زواجات، شيء كذا ولا ايوه كيف؟ طبعا، ايوه في مناسبات، في افراح، زواجات، وحفلات، كل شيء اطلع فيها الحمد لله. ودخلتي في ما دخلتي في في مسابقات ادبيه وثقافيه اطلع فيها. حلو، يعني انت نقول انت ممكن عضو، انت وكيف عندك الوقت؟ عضوية مثلا، نعم. عندك عضوية في جامعة الثقافة والفنون. لا لا ما عندي ادويه، بس اطلع في ملتقيات ادبيه وثقافيه. زي امس كانت عندي امسيه ايش يا شفت باب. عيني؟ جميل جميل. طيب ما قد دعوك الثقافة والفنون جدة؟ لا لا والله هل وصلتي للبرامج اللي حطتها، اللي انشاتها مثلا، او اللي تدعمها الهيئة الترفيه، لا، المعارض؟ ريت. أتمنى والله عن جد، يعني أتمنى يبغى ريت. لك نشوف لك في ان شاء الله في خير. طيب الله يسلمك ان يا شاء رب، الله في بس خير. إن شاء الله يعني الصوت والإحساس وصل للدنيا، وصلت واقتنعوا بصوت فتون العز.
ما شاء الله الحمد تبارك لله. الله. الحمد لله. السؤال الأخير، وصلتي في العيد للمطاعم الكافيهات؟ والله شوف المطاعم أحس إن ما هي مودي صراحة. أنا رحت قبل كده تقريبا ثلاثة كافيهات غنيت فيها، بس أحس ستايلي مو زي ستايلهم هم، يعني أنا ستايلي إيه، غير صراحة. انت ممكن نقول طربي يعني ولا لا متنوع؟ طلبوني بس كضيفة شرف أساس إنه أنا كمان حاليا، يعني إذا أنا عجبني الجو يتعاقدوا معايا، بس رغم كده أحاول إني أتأقلم، أحاول إني أنا أبغى أغني في الكافي، بس أحس نفسي كده ما هو ستايلي ترى. ليش؟ يعني ما في تفاعل مثلا؟ يعني ممكن أغني وكل شيء زي كده، بس أنت عارف مود الكافيهات أغلبها ما شاء الله يعني طربي طربي وشباب يعني. طرب شبابي. أنا ما عندي مشكلة، أنا أغني في زواجات زي الكافيهات، ترى أغاني زواجات زي أغاني الكافيهات، يعني طيب السريع حلو. والجو الصارخ والعالي والرقص وكل شيء والطرب وكل شيء حلو. نبيك تعطينا الآن بشيء من صوتك، لأن هذا زميلي أحمد أبو مهام من أهل مكة معنا بالشرقية، أوجه له تحية، وشكله متحمس يبي يسمع شيء بصوتك، عشان بعدها نكمل معك باقي الأسئلة. ايش يحب يسمع؟ طيب ولا انا هو اعرفه من كذا؟ جيل الطيبين، عاد انت جيل طيبين اعرف كيف أذواقهم. اللي تعاندني ولا تقنع، تعبت نادي لك ولا تسمع، اللي تعاندني ولا تقنع، تعبت ناديلك ولا تسمع، كم قلت لك غير من طباعك، كم قلت لك غير من طباعك، تظني طيبة قلبي لك تشفى، زرف في بادي قضيت الاصبع. صح لسانك، صح لسانك، الله يسعدك. طيب انت الان انت اكيد تغنين في كل المجالات، يعني هل انت مرجحة الطربي ولا ميكس عادي اي شيء؟ لا والله أي شيء. الله يسعدك، لان ادعو انكم في جدة في واحد اتوقع كان في معها برنامج طارق شو عمل لها استضافة، اللي هي ليالي عباد. ايوه ليالي عباد، سمعتي عنها؟ ايوه هذه ما شاء الله جوها كله طيب، اشوفها تطلع في الكافيهات على طول. ما ادري والله، ممكن دحين بدأت تطلع ما ادري. الله لا يوفقك، ما بالعكس شاء اتمنى الله. لها كل خير واتمنى لك انت كل خير، بالعكس انا كلكم على راسي. بالعكس يعني جدة ما شاء الله ترى لاحظت الفترة هذه متضخمة، فيها عدد كبير من المواهب ما شاء الله تبارك الله. فعشان كذا شوي يكون عندكم يعني تاخذ وقت، اللي هي مسألة الدعوات الفنانين وفنانات في الأماكن هذه تاخذ وقت شوي. لك مني أنا بحاول إن شاء الله إني أدعمك قد ما أقدر إن شاء الله. ولي الآن في معارف جديدة الآن إعلاميين. تخبرين الموضوع اللي صار قبل يومين، إحنا طلبنا الموضوع اللي طلبت لك أنا في الجروبات اللي تبع الموضوع اللي طلبتيه أنت عارفته خلاص، اللي جوني ناس على الخاص. نسيتي شكلك. أنت سامع دحين عني؟ اي اسماك، اسماك ما عندك مشكله، ما عندك مشكله. انا بقول لك بعدين في شغله تدعمك ان شاء الله، ان شاء الله خير يا رب. طيب ايش رايك في الساحه الفنيه الان؟ يعني أنا لسه ما توغلت في الساحة الفنية صراحة. يعني ما تتابعين مثلا في السوشيال ميديا ظهور مواهب كثرتها بمختلف الاعمار، هل والله تشوفين انشغلت، يعني؟ أيوه طبعا في، بس أنا شغلت قبل فترة في أمور كده، فكنت شوية متحفظة يعني ما أطلع حلو طبعا. حلو. طيب ايش اللي يميز الفنانة فتون؟ ايش ايجابياتها وسلبياتها وايش اللي يميزها؟
اللي يميزها إنها طيبة القلب. ان شاء الله دوم، ان شاء الله دوم وغيره. أساسها القوي لما تيجي تغني. حلو. بس طب انت اذا بتتعاملين مثلا مع شاعر، مع ملحن، مع موزع، مع استديو، انت في بالك مثلا خطط معينه او ميزانيات معينه؟ والله شوف، للأسف أنا عندي دحين حاليا يعني 3 أعمال سنجل. المشكلة هم الشعراء، الكتاب، الملحنين، يعني يعطوا العمل وما يدعموا، يعني يقولوا للفنان خلاص أنت خذ كتابة الكلمات، خذ اللحن، وأنت أنتج الأغنية، وأنت ضبطها، وأنتج العمل زي كده. أحيانا يكون الإنسان ما عنده القدرة المادية إنه يعمل هذا الشيء، طيب حلو، يتكنسل العمل، يقعد زي ما هو. طيب ليش ما يكون، أنا رأيي يعني، أنا رأيي الشخصي يعني، ليش ما يكون في تعاون بين الملحن وبين الكاتب وبين المؤدي الفنان؟ يعني انت قصدك ممكن كتيم، ممكن انتوا تتقسمون في دفع أيوه، إذا المبلغ ما عشان عند الفنان، عفوا، إذا ما عند الفنان القدرة المادية اللي هي، ليش ما يتعاون الملحن إذا هو اقتنع بصوت الفنان، ويتعاون معاه كمان اللي هو كاتب الكلمات، يتعاون مع الفنان ويصير العمل يعني مكتمل. يعني أنا أقول إيش، ما يكون في أحد طاغي على الثاني يعني. شوفي، هو المشكلة موضوع هذا سلاح ذو حدين. يعني شوفي، أنا الحين كشخصين كشاعر، أنا الآن في أعمال كثيرة ممكن عملنا ثلاثة ندفع لقيمتها كشاعر يعني، وبعضها ما اندفعت عادي، في بعضهم يثقون فيني ما ياخذون مني ورقة تنازل، وفي ناس لازم تنازل. طيب بعضهم يقول أنا بتكفل، ما أقدر أدفع لك، فما أقدر أدفع لك أنت كشاعر، بس بتكفل في الاستديو وكل شيء. فأقول له مو مشكلة، بس أهم شيء تنجز. الكلام قاعد تقولينه هذه، في قليل تكون بهذا الشيء، في جروبات معروفه على مستوى المملكه العربيه السعوديه والخليج من غير ذكر اسامي متعاونين في هذا الموضوع. لا ممكن يكون صاحب الاستديو صاحبه يسجل له كل شيء ببلاش، او ممكن هو يجيب له داعمين لا، شيء. مو الغرض التسجيل، لا التسجيل لا، أنا قصدي يعني التوزيع المكساج يبغى له مبلغ. هذا قصدي، انا كنت جايك أيوه بالكلام، لحن وتوزيع ومكساك وفنش أيوه وفنش، غير اللي هو النشر والتوزيع. بعضهم يدفعون لقنوات معينه في النت عشان صحيح يجيب له مشاهدات، فهذا صحيح. قليل اللي تعب هذا الموضوع. ممكن انت هذه لها طريقتين ترى تقدرين. والله أنا رأيي، عفوا لقاطعك، أنا رأيي إذا الملحن اقتنع بفنان والكاتب اقتنع بفنان، إذا حتى الكاتب أو الملحن إذا ما كان عندهم القدرة المادية اللي هي، بس على الأقل يتعاونوا مع الفنان، طيب يتعاونوا إذا في اقتناع بالصوت. طيبي انا لو انا فنان، او لو انا ملحن او موزع، اقدر استغل هذا الشيء بطريقه ثانيه. ليش انا انتظر هذا الشيء؟ لان قليل، لان اغلب الناس ماديه وفي ناس ما تخدم. انا مثلا لو انا فنان اقدر اضغط على نفسي، اطلع مثلا في كذا مناسبه اغني واكسب عليها مكاسب ماديه، جزء منها يكون لي مصرف وجزء منها خليه للاعمال، عشان لو صار جاني اي عمل توهقت يكون عندي مبلغ عشان اقدر اخلص هذه الموضوع. هذه نقطة. النقطة الثانية، ليش أنت ما تبحثين عن الشركات اللي هي مثلا نقول داعمة وعندها نظام أن يكون عندها أعضاء فنانين وفنانات، في سلاح نقول مثلا شالت ميزان نرجعها بكفتين. بمعنى مثلا أنا أسجل، أنت سجلت عضوية، وأي أغنية تبي تسجلينها سجل حساب الاستديو نفسه حقي، لكن بمقابل أنت هناك راح تنطلبين في اغنيه معينه تتسجل خاصه ولا زفه، ما تغني عنها مقابل، فاعطي اعطني واعطيك، يكون وفرتي من هو انك تكلف اغنيه، انت راح تنطلبين تركبين صوتك على اغنيه او زفه مثلا، او مثلا ابوك لزواج هو ياخذ عليك نسبه حلو يعني اعلى من النسبه اللي في بالك، علشان ايش؟ يعوض الخساره هذيك. في ناس يسوون كذا، بس هذا يبغى لك تطحين على ناس زي كذا عاد، وين عاد يبغى لها شوي، يبغى لها شوي بحث، نبحث لك فيها. شوي بحث تكتيك. طبعا هذه موجوده بس في الرياض، انا اعرف شخص اذا هو يوافق انه ياخذ ناس من جده
والله الحين أعاونك أكلم لك، ما عندي أي مشكلة. أنا بين يديك. ولا إيش رأيك يا أبو المها؟ يقول ممكن. لكن في أحيانا ممكن أنا مثلا من نفسي عجبني صوتك وأدائك وكل شيء، ما أفرض فيك عشان أكسبك، أقدر أخليك تجي تركبين صوتك بدون أي حاجة، بدون ما تدفين أي حاجة. لكن أقول لك في شروط، نفس الشروط اللي قبل شوي قلت لك عليها، اللي هي انك تطلعين مثلا مناسبات ولا تركبين صوتك بمقابل هذا الشيء، نوزن الكفه، فترتاحين من الامور الماديه في الحاله هذه. شوف الحين الان ابو المهد ادعم، قال استوديو ابو المهد جاهز لك من الغربيه، حبيبي جبنا يا لك رب. بعض. استوديو ما هذا فين؟ في جدة ولا فين؟ لا المشكله بالشرقيه، لا لكن حرام، ليش هذا يجيب المشكله. الاستوديو؟ والله شو اسوي عاد، يلا جاتك يا هديه من ابو المهد. قول له بس تعال رجعت عندي هنا. نتشرف والله. شوف بس هذا ابو المها ترى انسان يعني خلوق مدحن، سواء هو موجود مش موجود يعني اقولها فيه انسان يعني ما شاء الله خدوم ويدعم المواهب. فالرجال عنده علاقات، يعني ممكن يحصلك علاقات عنده في الغربيه ويضبطونك بشغله معينه. لي اشرف يا الله ريت يشرف مقدارك، الله مهم. يشرف مقدارك ان شاء الله. طيب بالنسبة من في أغاني نزلت في السوق سواء من معروفة أو غير معروفة لفتت انتباهك وتمنيتي إنها تكون لك، إيش هي الأغاني هذه اللي مرت عليك؟ قديم ولا جديدة؟ مو مشكلة ما تفرق. يعني هي في أغاني ترى كثيرة يعني، بس يعني من القديم صراحة في أغنية أنا المرة أحبها، في كمان اللي هي لمحمد عبده، لهي نار ولهي ما. الله الله حلوة، أتوقع هذه كلمات أمير أعتقد خالد مضبوط، الفيصل. مش متذكر بالضبط يعني، بس أتوقع هي كلمات أمير. ومن الجديد من جديد راشد الماجد، ولي ولا حاليك شي يسوي. الله، هذه نوجه لها تحية تقريبا، هذه كلمات خالد العوض من الحسا عندنا، والحان ناصر الصالح. يس ايه لا ترى ما شاء الله نجحت، بس برغم ان راشد كيف؟ كيف؟ فيري جود، لا اعطيك ما اللعب ما شاء الله، لأنه هو من الشرقية عندكم ترى. لا هو شوفي هو فن هو متم هو اغلب الفنانين من الشرقية صحيح، بس خالد عوض هذا تميز الان ما شاء الله وطلع طلوع قوي ما شاء الله، وفنانين كثير يتواصلون معاه واعماله كلها ناجحة ما شاء الله، كلامه خفيف جدا جدا خفيف. طيب مساء النور، حياك الله، الله يرضى عليك. بالنسبة اوكي هذا السؤال الاول، السؤال اللي بعده، في اغاني اثرت فيك؟ أثرت فيا يعني شيء حزين من الحزين. من الحزين؟ أيوة طبعا، في لعبد الكريم عبد القادر أجر الصوت، الله الله، شوفي هو الاغاني القديمه الحزينه افضل من الجيل الجديد الان، لان الكلمه هذيك تحسين فيها روح، صحيح فيها روح، تحسينها عايشه، ودليل على انها حلوه ما زالت تنسم الى يومك هذا، تنسم على يومك هذا. لا في اغاني خلاص تموت، هذه صحيح، تسمعين الى يومك ما تملين هذه منها. لها صدى. ايوه طبعا القديم له صدى، له على ما قولتهم بصمه ما شاء الله واثر في الانسان، ما ينساها. ما ادري يمكن هي علشان كنا احنا صغار وهي انطبعت خلاص في ذاكرتنا، وما كان في الفنانين الكتار اللي لا زي المفردة لها دور ترى. ايوه، كانوا يمكن مقتصرين الفنانين يعني محدودين، فكان أي فنان يجي يغني على طول يعني أغانيه تعطينا بصمة وما نقدر ننساها، يعني خلاص إلى حد الآن ما نسيناها ترى الأغاني لا القديمة، ما تنسيت إلى حد الآن. شوف هي بعدت إنسان، هذول من الناس القدامى والعادات والتقاليد تحكم، أول ما كان في زي الآن توسع الفكر تغير، أول ما في واتساب ولا في سوشيال ميديا الوضع كان شوي كان محصور، وفي ناس أول كانت تغني مبدعين ما يبغى يطلع خوفا ممكن أهله أو جماعته يسوون له مشاكل. صحيح. هذا كلمة في الأمر. طيب في أسامي ودك تتعاونين معاها مثلا كشاعر كملحن كموزع؟ والله أنا تعاملت مع كذا شاعر، وتعاملت مع كذا ملحن، وتعاملت مع كذا استوديو كمان.
حلو. لا انا اقصد ناس تتمنين لكن الى الان ما وصلتي لهم، يعني أتمنى. هذا قصد. أتمنى من جد، أتمنى لناصر الصالح صراحة، طيب وأتمنى فهم صراحة لهم طيب وكيف. انت وصلتي له، يعني في طريق له ولا ما عندك طريق؟ لا ما عندي طريق لهم. طريق مالك، طريقة موجود عندي، يا ريت والله، أتمنى يا ريت طريقة موجود، يا ريت. فما هو ترى هو من الداعمين ترى ما شاء الله تبارك الله، بس انت حظك يعني يمكن ما يرد عليك بسرعة لانه عشان انشغالات، وهو ماسك مثلا يدعم مواهب ما شاء الله وماسك إدارة اعمال، فيعني اكيد بيكون مزحوم شوي، لكن ان شاء الله الطريق اللي عندي انا ان شاء الله يخليك تردين عليه باذن الله. لي الشرف والله، يتمنى لي طبعا هذا الشرف. كملحن، طبعا كموزع، ككاتب. ما شاء الله انت من تتمنين ايش؟ التعاون غير الحين ناصر صالح قلنا ملحن. اي صحيح. طيب الان انا اقول لك مين اللي تتمنين تتعاونين معاه كموزع. اوه كموزع عند، ما ادري، في كثير موزعين ما شاء الله، لك كثير كثير موزعين. في انا شفت محمود سرور، محمود سرور ما تمنيتيه؟ عازف الكمانجة يعني، ما يحتاج مجنون هذا. مجنون. هذا في له طريق بعد. هم اللي في الساحة أغلبهم مبدعين صراحة، ما تقدر تميز أحد عن أحد. شوف هو معاك بس المشكلة مو يعني انت له كل مثلا واحد ستايله. صح، بس الان السوق كلها يعني لو تحن الان اغلب الفنانين الجداد او الكبار والكبير الله اغلب يوزع لهم مين؟ محمد سرور ما شاء الله تبارك الله. يعني انت الان لو نزلتي عمل وفيه اسم محمد سرور، لا هنا يفرق الاسم، ترى صحيح. يخدم اسم يخدم، يعني قلنا احنا ملحن موزع. طيب من الكتاب من الكتاب خالد الفيطر. ما شاء الله تبارك الله، وهو ترى يدعم سهل والله لمين سهل. خالد الفيطر، أنا طيب أعشق شعر صراحة. انا الان ذكرت لك 3 اسماء، هذه كل الطرق انت ما وصلتي لهم صح؟ أي ما عندك لهم طريق، انا راح اوصلك. يا شيخ والله، لا ما لا عندك؟ تخليني احلم ترى. لا والله ما تدرين، والله ما تدرين، انا في لا طرق لا اوصلك لها. ما عليك لا علي. تزين امورك، هذه 3. السؤال الاخير، دويتو فنان او فنانه تتمنين مع انك تكون معاه دويتو؟ في واحد اسمه عبد الرحمن الحربي، هو لسه دحين فنان مبتدئ، بس حلو ما شاء الله تبارك الله عليه، يعني صوت وأداء وعزف مرة. حتى هو تكلم معايا قبل كده حلو قال لي نعمل، قلت له ما عندك مشكلة، شوف اليوم اللي انت يعني فاضي فيه وتبغى ومتفرغ لهذا الموضوع، نعمل كده عمل ما عندك مشكلة. والله نتشرف فمثلنا نتشرف هذا الموضوع صراحة. ولا يهمك. أحمد أبو المها، أبو المها راح أربطك فيه إن شاء الله، محمود سرور وقلنا ناصر الصالح، وفي طريق يوصلك لخالد الفيصل، 4 إلى الآن جاتك شيء من عندي، إيش تبين بعد؟ يسلم لي بالعكس عمرك. أتمنى لك التوفيق، بالعكس راح أفرح نجاحك من نجاحي. الله يخليك يا رب، يسلم لي عمرك. الله يسعدك، الله الله يسعدك. ما يخليك تدري يا يمكن هم ما، طيب الآن طارق شو الآن جالس يدعم المواهب وحط رقم واتساب، ما تواصلتي معه نعم. ولا ما عرفتي عن الموضوع هذا، ما سمعتي عنه؟ لا بس يعني ما هم، انا سمعت يعني ان هم انه هو حاطط رقمي في الواتساب وزي كذا، بس ما تكلمت معه ولا اتصلت يعني صراحة. لا هو الطريق انك تتواصلين معهم وتحطين بياناتك وجزء من اعمالك عشان يشوفونهم يشوفون محتواك، اذا صار الموضوع من جهتهم مقنع وعجبهم بيتواصل معك، ينسقون معك، وابشر ابشر اجيب لك رقمه. يبشرك الرحمن بالجنة يا الحين رب. جبنا لك 5 باكج اليوم، انت محظوظه ان شاء الله. والله بالعكس، والله اني راح افرح لك الله يخليك يا رب. بالعكس، يعني ما تطعم البث اللي انت راضيه باذن الله. الله يخليك. طيب ايش عندك بعد؟ ايش في خاطرك من كلام، تعليقات على الساحه، ذكرينا بموضوع شيء حاز بخاطرك ودك تكلمين عنه؟ والله أنا بدي أشكر بس كل اللي كانوا حاضرين أمس، من فنانين، من إعلاميين، من موسيقيين،
في الأمسية في دار الحرف، فكانت صراحة أمسية رائعة، ومن جد حسيت نفسي إني أنا في عالم آخر. جميل، اكيد هذه اللحظات يعني شيقه. يعني شوفي، انا أكيد. الان في مجال الايفنتات عندنا بالشرقيه، يعني صحيح اني بطلع المسرح بقول قصيد لا، لكن فرق علي يوم من الايام جاني اتصال من شركه قالوا عندنا ايفنت في منطقه اسمها ابقيق او ابقيق، هذه معمل ارامكو بس فيها سكن، هي سكنيه طبعا ايضا في نفس الوقت، هذه قريبه من الحساء، جاي محافظ هذه المنطقه فيبون قصيده ترحيبيه. انا عندي مشكله في المدح والترحيب، ما بس انا من الحماس كنت اعطوني فرصه يومين يمكن انجز، وانجزت القصيده فسمعتهم قالوا كويسه فخلاص تعال، ورحت واعطوني عليها يعني تكريم شهاده وتكريم ومردود مادي. ففرحت ان انت تتكلم قدام محافظ منطقه تعطيه قصيده تمدحه، هذا شيء طيب. ما يحتاج ما يحتاج، احنا متوصين فيها قبل ما تقول، شوف كيف يوصلون عليك المتابعين. الله يخليك ويخليهم، وشكرا جزيلا وياك لهم. ان شاء الله. عاد حاضرين لهجتهم حاضرين. الأستاذين غير لهجتكم انتوا الشرقية، كيف؟ لهجة الجداويين غير لهجتكم انتوا. اكيد في فارق، اكيد طبيعي طبيعي طبيعي. والله شوي هو والله ودي اتشرف اني اجي جده ونسلم عليكم ونسلم على كل حبايبنا هناك. الله يخليك، ولي الشرف والله. أجر مقدارك. بس شوفي انت يعني ما شاء الله المجتمع، انا احب مجتمع جده متكاتفين مره، انا اتابعهم في السوشيال ميديا مره مع بعض على طول، صحيح ما هو صحيح، مثل الشرقيه. عندنا الشرقيه عندنا في تشتت بسيط، في انانيه، في احزاب، وما قلنا ما فيها جده، فيها اكيد بس يمكن انا ما شفت بس اتوقع على خفيف، بس الغالب في مره مره شيء قوي. فانت في الحاله هذه محتاج انك ليش ما تحتكين مع مشاهير التيك توك؟ التيك توك مره متواصل مع بعض، أي صحيح. يعني ممكن يجمعكم اعمال حلوه ما تدري. ربك يسهل إن شاء الله. ان شاء الله. طيب ما لك احتكاك مثلا مع شركات انتاج، انت لا مخرجين هذه ضروري، لان احيانا ممكن يقولك مثلا بيسوي دعايه مثلا لسنتر بوينت، لمنتج، لاي حاجه يحتاج مثلا يكون فيها شيء غنائي يلطف جو الدعايه. غريبه ما فكرتي بهذا الشيء، ما فكر فيها وقت. بتفكري الله بتفكرين ان شاء الله. يخليك. لا شوف، انا جايبك الان 5 طرق، هذه الطريقه السادسه ان شاء الله راح انها تنجحك ان شاء الله، بفهمك على شغله وان شاء الله راح تنجح باذن الله. ربك يسهل ان شاء الله. وانا ماني عارفه كيف اشكرك صراحه، الله اللسان يسعدك عاجز عن الشكر. الله يسعدك. انا ما فهمت عليك احمد بالله، يقول ترى بس سوينا جروب. بالنسبه للمشاهدين حتى انا اشوف ما شاء الله في تفاعل في ال هي متفاعل بمها ومتابع ما شاء الله، ترى ما شاء الله بمها يعني مثقف وفاهم في امور الفن يعني، ومستمع عنده اي تعليق بيقول على طول، بس هو الان قال كلمه ما فهمتها، بيقول سوينا جروب سي اي ان شاء الله يوحدنا. ما فهمت يا ابو النهار ايش قصدك في الكلام هذا؟ لان شوف احنا عندنا جروب سي اسمه سي اي او سي اي اي، صاحب جروب من عندكم من جده بس جاء عندنا شرقيه ساكن، هو مصور سينمائي وممثل في نفس الوقت ومخرج، انسان بطل وجميل وشغله ممتاز. احنا عملنا الان معاه فيلم وخلصناه، بس جت كورونا ما نقدر نعرضه، الان كورونا يعني انفك الحظر، بس الان هو ما فكر انه يبث او يوزع، بس في باله نظره ايش هي ما ادري. العالم صحيح. اي فنقول ان شاء الله هو في باله ترتيبات، ان شاء الله قريب راح يعطينا ايش الموضوع، لكن اغلب اعضاء اللي فيه من اهل جده، في ممثلات وفي مودلز وفي ميك اب. احنا بنحاول ان شاء الله نشوف اي طريقه او اي خطه انه ممكن نضيفك معانا اذا رغبتي، وهذا قد يخدمنا في الموضوع ما تدري. يا ريت انا اكون شاطر. فاكيد يا جماعه متعطشين، اذا عندك اي حاجه ثانيه سمعينا سمعينا، ما عندك اي مشكله ترى. والله انا ايش بقول لك، اليوم من امس هم يطلبوا، من اول ما نزلت لهم الاعلان هم يقول انتبه لا تنسي الاغنيه هذه، انا ابغى الاغنيه هذه، هذا يقول لي انت لا تنسي تغني لي هذه الاغنيه هذه. يا الله، دحين خلاص من
عارفة ايش اغني. أكيد أكيد. يعني خلوني متشتتة شوية. أكيد لا بالطبيعي، يعني اللي بيحبك وبيحب يسمع صوتك أكيد بتكون بيتدلعون عليك، من حقهم يعني. إيه كويس كويس معنا. أطربين أطربين يلا. في أغنية لعزيزة جلال اللي هي حبيبي مهما سافر مهما بعيد مهما غيب يا روحي عني قريب مني حبيبي مهما سافر مهما بعيد مهما غيب يا روحي عني قريب مني مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعب تعب من الأشواق مستنياك وأنا دايبة يا عيني من الفراق مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق مستنياك تعب تعب من الأشواق مستنياك وأنا دايبة يا عيني من الفراق حبيبي حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. لمين هذه؟ أحسها يعني هي من عزيزة شيء جلال. القديم مرة. مين؟ عزيزة جلال في أغنية طالبها شخص عزيز عليا اللي هي لرباب. جبرني الشوق جبرني أقول كل اللي في قلبي جبرني جبرني الشوق الشوق جبرني الشوق جبرني أقول كل اللي في قلبي جبرني جبرني الشوق الشوق مدام إني لقيتك وسمحت الظروف أقول يا من حشاشة قلبي الملهوف يا عز الناس يا أغلى الناس يا أعز الناس يا أغلى الناس أقول لك بكل إحساس أحبك أحبك. ما شاء الله تبارك الله عليك، ما شاء الله تبارك الله هذه عليك، الرباط ما شاء الله. انبسط عليك كلهم يا احمد يحتك عليهم اللي كلهم اللي طالبين لي اياه. ابو المها مبسوط يقول حلو حلو. ترى ابو المها ما شاء الله نفس جوك، يعني يحب الاشياء القديمه يعني. ما شاء الله تبارك الله عليك، حتى هو طلب محمد عبده بعد وانت تغنين. خليني رهيب. ها لا ينار ولا يما لا يظلم ولا ظما لا ينار ولا يما لا يغيم ولا ظما إن حكت غنى السنابل من رضا والسكوت إن طال نيران الغضا إن حكت مرت سنابل من رضا والسكوت إن طال نيران الغضا يا رضا وقف وناظر شوي شوف غلا ايش سوى بشخص حي يا رضا وقف وناظر شوي شوف غلا ايش سوى بشخص حي
كيف حي ولا لقى، واللي قاه ما بقى بيدينه شي غير انه يحتريها. يلا ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، صح لسانك صح لسانك، ما شاء الله تبارك الله، تعبناك. لا انت بالعكس، متداخله في الفنان الاغاني انا العميقه. اقول لكم الفنان وقته مو ملكه، ملكه لل ملكه لل للمجتمع اللي حواليه، للمستمعين، للذويقين، للملحنين، للكتاب، للشعراء، لكل شيء، مو ما شاء ملكه. الله تبارك الله ما شاء يعني الله كل تبارك ما الله، قابل واحد غني قال له حاضر على طول كذا يلبي، ما شاء عرفت؟ الله ما شاء الله. لا في ناس سبحان الله عندهم إمكانية، وفي ناس لا، حتى لو غنت تاخذ يعني تحتاج وقت عشان تاخذ نفس بعدين ترجع تكمل. فالآن انا حاطه السماعه عشان امسك كده واقعد اغني علشان يكون الصوت اوضح، فقلت لي في وشوشه، حطيت الجوال بعيد عني، ما ما ادري شاء الله، الصوت كده قربته لا لا عليا عكس، عشان واضح تسمعه مظبوط. واضح واضح، جميل واضح جميل. لا ابو الله احمد بن يسلمك، مهم، احمد بن مهم مبسوط عليك اليوم، ان شاء الله الله ان شاء الله يسلمك. اكيد راح تجمعكم معاه ان شاء الله شغله كذا، ان شاء الله انه ما راح يقصر. احمد بن مهم عارفه ما شاء الله عليه، يعني اذا حب يخدم يخدم. يسلم لي عمرك، ويسلم الله يسعدك، ويسلم ويسلم راسه، ولا تاج راسي انت وياه، ولا الله ما يسعدك انا الله يعني يسعدك جيت الله خليتوني اتكلم، انا الله اليوم يسعدك. يعني لساني عاجز عن الشكر عن جد والله. اكيد احنا شوف نعين ونعاون، المقابله هذه انه في ناس فعلا يبغوا يسمعوني وما هم عارفين كيف يسمعوني لايف، عارف؟ اكيد 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 اكيد، وفات بالعكس الفرصة احنا الثانية. نعين ونعاون ونكره الشرط الانانيه، والانانيه هذه ما نحبها، بالعكس نحب نخدم الكل. انت لاحظتي هذا الشيء ان شاء الله معي في البث، وان شاء الله قلت لك انا في شغله ثانيه بعد ان شاء الله نضبط معك فيها باذن الله. الله يخليك يا رب. تستاهلين تستاهلين ان شاء الله. عموما سعدت بتواجدك معنا وعلى قبول الدعوه، وان شاء الله تجمعنا معك ان شاء الله فيديوهات ثانيه. ف إن شاء الله. اذا عندك كلمه حاجه شيء قبل ما نقفل، او اي احد هنا عنده سؤال عنده استفسار، وان شاء الله خير نقول يلا. لا أشوف اللي يسألوا يعني. هو يقول في انت في مواهب، في مواهب لا مدفونه، بس انت منهم طبعا. الله. أكيد أكيد لا هي مو حكاية مدفونة، أنا الآن بدأت أطلع، يعني قبل 4 سنين بدأت شوية يعني أطلع، لكن هي ما هي مدفونة. أنا لو طلعت من زمان كنت فين واصلة الحين يعني، عارف؟ بس أنا أكيد أكيد توقفت 20 سنة عشان أولادي، بيتي، أسرتي. بعد ما خلصت الجامعة، مرحلة الدراسية الجامعية، فرغت، خلصت الأولاد. أكيد، هي للضرورة أحكام، الناس عندها ظروف، شو يسوي الواحد؟ ما بدي شيء يعني، ما أشكر بدي. اللي قال جميل صوتك ما شاء الله، فنانة فتون، الله يخليك يا رب الله بجد. يسعدك إن شاء الله. طب أنا عاد أنت لو أوصيكم عليها يا متابعين، إذا هذا حسابها موجود وأنتم عارفين، اللي يبغى يضيفها يتواصل معاه. أتمنى لك التوفيق إن شاء الله، الله يخليك وسعدنا بلقائك، إن شاء الله. وتربطنا سلام يا أعمال، عمر، وراح اكلمك، راح اعطيك بفهمك على الشهر اللي قلت عليها لهذا اليوم هذه كلها، وان شاء الله وشوف طريقك معاهم ان شاء الله تسك معاك، وابو المها ان شاء الله ما راح يقصر معاك، باسدنك بمها برسل لها رقمك عشان ممكن يكون في بينكم. ايوه صحيح، اللي يبغى يتواصل معايا الرقم موجود على الانستغرام، وفي في اليوتيوب كان في رقم قناتي في تون العز، في قناة رسمية لي فيها الرقم، فيمديكم تتواصلوا عليه. حاضرين يا ابوي حاضرين، عون عون يا ابوي. الله يخليكم، عموما في خاطرك حاجة ولا شيء؟ أشكركم كلكم. الله يسعدك ان شاء الله. بس الله شوف هو في مشكلة الان، عشان تكوني على بينة، انا عندي البث اللي مو امس اللي قبل امس مع سعاد محمد، هو البث 53 دقيقة، هذا تقريبا نفس الوقت. المشكلة الواتساب رافض يرسل لأنه هو طويل ثقيل، حاولت ما يقبل. فأنا دم بث من حسابي راح ينزل طبيعي، لكن إرسالة لك بيصير صعب شوي. في طريقة، هل أنت عندك برامج تنزيل؟
برامج زي تعرفين كيف طريقتها؟ والله أنا أشوف، أنا ما أفهم في هذه الأمور بصراحة كثير، لكن ولدي هو اللي يتعامل مع هذه الأشياء. خلاص انا راح ارفع في الانستغرام وفي اليوتيوب عندي، وعندي وهو واحد ماسك حساباتي ترى، يعني كيف؟ عندي شخص ماسك حساباتي كلها، فلو في أي شيء ممكن أنت تكلمني أو أنا أخليك تتواصل معه. له ان شاء الله ما يحتاج، بس اقول لك انا راح انزل في الانستغرام، هو اذا دخل انستغرام شاف انزل يقدر هو ينسخ الرابط ويعمل له تحميل، ينزل عندك في الجهاز. انا عندي رساله من واتساب لواتساب يرفض لانه الفيديو طويل بيكون، هذه هي المشكله. ايوه واضح؟ صحيح. هذا كل ما في الامر. عموما تشرفنا فيك وسعدين فيك، وان شاء الله تجمعنا اعمال معاك، اذا الله كاتب بتسوي عمل معاك ان شاء الله ما راح، يعني ما راح نقول لا، ندعمك في هذا الموضوع. أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء عن جد، يعني والله وانا العظيم سعيد على راسي. كلنا على راسك. يا شيء يقول لم يعد. تحياتي، تحياتي، مع تصبحوا السلامة. على خير. تمام الرحمن. أمان الله، حياك الله.